2021 كانت مجرد فكرة، كانت اون انيسياتيف دان بروجي بيلوت، فكرة مشروع صغير بدا مع شباب. مشينا الولايات، عملنا دي كاستينج لشباب صغار لأول مرة بالنسبة لهم وبالنسبة لنا احنا. طوال الأربع سنين المجموعة تبدلت، طريقة العمل تبدلت، الكونتينو المحتوى متاع المشروع تبدل، فما تطورات، فما ديزامباكت، فما نتائج كسوة للشباب ولا المشروع ككل. هو في البداية كانت عندهم شوية رهبة، أنا صوتي خايب، أنا صوتي إيجو، أنا صوتي ما نراش روحي، معناها نقدم برنامج خليوني أنا خلف الكواليس. لكن النهار الثاني مع التطبيق ومع التمارين اللي عملناهم ومع الأستوس اللي عطينا لهم كيفاش ينجموا يتحكموا في النفس وفي الصوت متاعهم، التغيير كان لمسوه هما وفي الكلام متاعهم وفي حتى في الاختبارات البسيطة متاعهم. بعد الدورة التدريبية هذه أكيد الشباب باش يقدموا روح جديدة. ما معناها روح جديدة؟ ثم اختلاف على مستوى الثقافي، اختلاف على مستوى الجهات، على مستوى الدراسي، على مستوى العادات. تنوع هذا كله من خلاله هو مش كل شاب وشابة فيهم مش يحمل دوبل كاسكات، اليوم الكاسكات متاع الإعلامي أو الصحافي والكاسكات متاع المجتمع المدني. في فترة من عمر المشروع اللي نلوجوا أنه الحصص اللي ضعية ذي يكون عندها أمباكت، يكون عندها واقع، تلمس الواقع وتحاول تغير الواقع. الحاجة تضم صاروا عن طريق مجهود الشباب، عن طريق مجهود فريق عمل مناظرة. صحيح اللي الصحافة هي مهنة ويزمها تقرا، لكن كي تجي الفرصة لشباب كما الشباب الموجود في أمور تهمنا، مشروع أمور تهمنا وبرنامج أمور تهمنا، يلزمهم تكوين، يلزمهم يكونوا على دراية جيدة بآلية التقديم الإذاعي، شنو هي الأشكال الصحفية، شنو هي أخلاقيات المهنة. لهنا الشباب والشابات من خلال التجربة متاعهم والاندماج والالتحاق بمشروع صحافة الشأن العام أو مشروع أمور تهمنا، نحسوا أنه باش يكون ثم عمل أكثر على صحافة القرب، باش يكون عمل أكثر على صحافة الجودة، صحافة الحلول، الصحافة التفسيرية، وصحافة خلينا نقوله أكثر فأكثر هي صحافة الجودة. اليوم احنا عندنا مسؤولية كبيرة اللي هي لازمنا نجيبوا المسؤولين، نجيبوا مختلف الأطراف اللي في الدولة باش نسألوهم على عدد من المشاريع المعطلة، على عدد من المشاغل، على عدد من المشاكل اللي تؤرق أو تقلق المواطنين. جديد في المشروع اللي نحن دخلنا ولينا نعمله في التاون هول، أول تاون هول عملناه في فيفري 2024 كان على موضوع دور الشباب. مش نقعدوا في نفس الكونسيبت انه باش نعملوا التاون هول الجاي زادا باش يكون فكرته وموضوعه يهم الشباب. ان شاء الله التاون هول باش يكون في اخر 2024. جديد زادا انه كبرنا المجموعة، الهدف في الأخير أنه مبادرة مناظرة تكون تبث في حصصها الإذاعية وبرامجها على 24 ولاية وعلى كل إذاعات الجمعيتين المتاحة في تونس.